مساء جميل ليحمل في طياته الخير والحب والسعادة. اللهم بك توكلنا وعليك استعنا. حياكم الله مشاهدين الأعزاء بهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي، برنامج شباب قول وفعل الشامل في مواضيعه وفقراته المنوعة، واللي راح يطل عليكم من خلال شاشة كويت بلس. ومن يوم الأحد إلى يوم الخميس نستضيف من خلال هذا البرنامج ضيوف متألقين ومتميزين في شتى المجالات. بداية مشاهدين الأعزاء، خلونا نذكركم في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كانت عندكم أي فكرة أو رأي حابين توصلونا لنا عبر البرنامج، كل اللي عليكم أنكم تسوونه تتواصلون معنا من خلال سناب شات أو إنستغرام شباب كيو 8 TV أو إيميل البرنامج شباب كيو 8@hotmail.com، وتأكدوا دائما وأبدا رأيكم يهمنا. وكذلك نذكركم في أخذ الاحتياطات والاشتراطات الصحية والوقائية لفيروس كورونا، حرصا منا على سلامتكم. اليوم حلقتنا فنية بامتياز، راح يكون معنا محورين يتكلمون عن الفن ولكن بطابع مختلف. راح نتكلم طبعا عن الديكور الداخلي، وخاصة في فترة جائحة كورونا والحظر الكلي بالتحديد، الكل بدأ فعلا يهتم في الديكور المنزلي والتصميمات الداخلية للمنزل، والكثير قام يهتم كذلك في الحدائق في المنزل. كل هذا وزيادة راح يكون في محورنا القادم إن شاء الله مع الدكتور أحمد الكندري، وهو طبعا حاصل على دكتوراه للإبداع والموهوبين وتربية الموهوبين، خاصة وفي طبعا التخصص جميل وهو تخصص فن الديكور. أما ضيفنا الثاني راح نتكلم معاه عن فن الرسم والنحت، ولكن هو كابتن طيار دخل هذه الموهبة بهذه الموهبة، شلون؟ راح نسأله إن شاء الله من خلال محور القادم. راح نتكلم معاه طبعا عن هذا الفن والإبداع الجميل اللي فعلا لفت انتباهي أنا شخصيا، وحاجتني الفضول أني أتعرف عليه أكثر، خاصة أنه هو كابتن للطيران الشراعي ودمج هذه الموهبة في فن الرسم. إذن مشاهدينا الأعزاء، هذه مساحتنا الحوارية لهذا اليوم، لكن بداية كالمعتاد أولى فقرات برنامج شباب قول وفعل هي فقرة تشاهدون، نتعرفكم على ضيوفنا الكرام أكثر، وكذلك فقراتنا المنوعة اللي مجهزينها لنا فريق الإعداد، مشكورين. ومن ثم راح نطلع إلى فقرة الأمن والسلامة للدراجات النارية، وبعدها نرجع لكم مع أولى مساحاتنا الحوارية. التصميم الداخلي ولقاء مع الدكتور أحمد الكندري. فقرة الأمن والسلامة للدراجات النارية مع أحمد الحداد. فن النحت والرسم ولقاء مع الفنان طالب العطار. فقرة الديكور مع المهندس عبد الحميد الناقة. فقرتنا اليوم عن كيفية قيادة الدراجة النارية لتجنب المخاطر. الدراجة النارية من الرياضات الممتعة جدا وخطرة نفس الوقت. الدراجة النارية قبل الله أنك تغذيها أنصحك أنك تروح تأخذ دورة تدريبية، لأن الخطورة فيها عالية. ونفس الوقت قبل كانوا يستخدمونها من أجل التوصيل، الحين التوصيل، ونفس الوقت قاموا يستخدمونها من أجل السباق أو من أجل المتعة. فصنعت للذكريات الجميلة، ما صنعت للذكريات الحزينة لا قدر الله. يجب أنك تلتحق على دورة تدريب، ولازم تكون رايح مكان للتدريب متخصص في تدريب الدراجات النارية. ما يصير أنا أروح حق شخص أخذ منه معلومة هو نفسه فاقد المعلومة، شلون تبي يعطيك إياها؟ الدراجة النارية، أعطيك مثال بسيط، عندك البريك الأمامي الحين يعني أهم شغلة، حياتك كلها متواصلة على البريك الأمامي، نفس الوقت إذا أسأت استخدامها لا قدر الله ممكن يسبب لك إصابة أو حادث. لما تروح تطلع بالشارع لازم تكون يعني تجاوزك للسيارات بطريقة هندسية،
اذا انت ما اخذت التكنيك الاساسي مال الدراج، احنا نسميه لغه الجسد بادي لانجوج، اذا انت ما قعدت اذا ما كانت قعدتك صح على السيكل، السيكل ما راح يتجاوب وياك. فنفس الوقت في عيارات على البريك، في اسرار، في اسرار الكلت، في اسرار البريك الخلفي، طريقه جلستك على الدراجات الناريه، طريقه المناوره ما تكون حاره اليمين، حاره اليمين اللي هي اساسا مداخل ومخارج، ونفس الوقت السيارات والباصات والسيارات الكبيره يكون دائما الشارع متكسر فيه زياده. فهذا نفس الوقت اذا انت ما واحد ثقفك بالمعلومات ممكن تسوي حادث بسيط مو مستاهل او مو غير متوقع. والله يعطيكم العافيه، وانصح الشباب بارتداء ادوات الامن والسلامه اللي اهمها الهلمت. والله يحفظنا ويحفظكم ويعطيكم العافيه، واسف على الاطاله. حياكم الله مشاهدينا من جديد، ويسعدنا طبعا أن يتواجد معنا الدكتور أحمد الكندري، ورح نتكلم طبعا عن التصميم الداخلي. والكثير قلنا فعلا يهتم في الآونة الأخيرة في ديكور المنزل والتصميم الداخلي وكذلك الحدائق، لكن بداية خلونا نتعرف عليه أكثر ونرحب فيه ونقول له يسعد لي أوقاتك، حياك الله دكتور معنا. الله يحييك أختي بدور، مشكورين على هذه الاستضافة الطيبة، واللي هي شباب جولف فعل ما هي أول مرة، هذه ممكن الحين ثالث أو رابع مرة. يعني أنا أشكر القائمين على هذا البرنامج لإبرازهم المواهب الخاصة بالشباب الكويتي. تستاهل دكتور، وخاصة يعني ما شاء الله هناك محاور كثيرة نقدر فعلا من خلالها نستفيد من حضرتك، والسادة المشاهدين كذلك يستفيدون من خلال هذه المحاور. دكتور بداية أنا حابة أتعرف عليك أكثر قبل لا ندخل في التصميم الداخلي وغيره. حضرتك حاصل على دكتوراه في تربية الموهوبين والمبدعين، وخاص طبعا في التصميم الداخلي أو الديكور. صحيح. أبي أتكلم عن هذا التخصص الجميل، وش معنى اخترته؟ يعني لأنه هو التخصص مكمل لتخصصي الدقيق اللي هو البكالوريوس اللي هو التصميم الداخلي. تخصص تربية الموهوبين جدا تخصص جميل، وموضوعه ترى شائع. وبالعكس عندنا احنا هني بالكويت مسلطين الضوء على المواهب الكويتية، وخصوصا ان في بعد عندنا استحدثوا شيء جديد اللي هو أكاديمية الموهبة. نعم. للإبداع، أن يدرسون الطلاب المراحل المتوسطة وممكن حتى الثانوية وصلوا. نعم. في تخصص الموهبة. نعم. يسلطون الضوء على مواهبهم الخاصة لهم. نعم. شلون أنا درست التخصص هذا ماستر أو حتى بي اتش دي اللي هو الدكتوراه؟ طبعا كبعثة دراسية جتني يوم كنت أنا قبل في وزارة التربية حق التخصص هذا، وكملت الحمد لله ورديت الكويت، ورديت حتى حق الدوام اللي هو الوزارة. بعد ذلك صرت رئيس قسم، وبعدها رحت طبعا كلية التربية الأساسية التابعة حق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. جميل. في تخصص التصميم الداخلي. نعم جميل جدا. فبالتالي استفدت يعني من خلال هذه الشهادة، سواء على طبعاً مستوى وظيفتك أو حتى نشوفك اليوم مصمم ديكور وتصميم داخلي للمنازل. بداية دكتور خلنا نتعرف على التصميم الداخلي والديكور. نعم. شنو نقدر نقول عنه في البداية دائماً كمفهوم؟ أي كمفهوم التصميم الداخلي ومفهوم الديكور، كل واحد له تعريف غير عن الثاني، لأن وايد ناس تخلط ما بين التصميم الداخلي والديكور. تمام. التصميم الداخلي عادة إنه يكون الشخص المصمم الداخلي دارس التصميم. أما الديكور فهو شخص اللي يكون هاوي هذا الموضوع أو هذا التخصص. تمام. التصميم الداخلي يسلط الضوء دائما على تهيئة المكان بأدق التفاصيل، وحتى حركة وضع الأثاث في الأماكن. نعم. وأيضاً يسلط الضوء على الأرضيات والحوائط والأسقف. نعم. أما الديكور هي مكمل التصميم الداخلي. نعم. هو لون الحوائط، طريقة وضع الأثاث. جميل. ستايل الأثاث. نعم. الطاولة، الإكسسوارات. فهذه مفهوم التصميم الداخلي والديكور بشكل بسيط ومختصر. نعم. إذن هذا يكمل هذا. نعم أكيد. اليوم أبي أتعرف على أنواع الديكورات. إحنا نعرف أن هناك أنواع كثيرة، سواء نقول التقليدي، الكلاسيكي، المودرن، الكاجوال. نعم. اليوم السائد في الكويت أي نوع؟ أنا أقول لك أختي بدور شغلة وايد مهمة، الأنواع اللي قلتيها نعم صحيحة،
لكن في هم من اختلاط في مفهوم الطراز والستايل. نعم. الطراز هو الطراز مثلا الاسلامي، الطراز الفرعوني، الطراز الكلاسيكي. تمام. والكلاسيكي يتفرع منه اليوناني والاسباني والانجليزي والفرنسي وغيره من الطرز الكلاسيكيه المعروفه. اما الستايل فهناك مثلا انواع من الستايل فينتج، ساسي، مانلي، مودرن، هذه تعتبر كلها ستايلات. لكن لما تقولي لي شنو عندنا الحين حاليا في الكويت الدارج اللي هو نيو كلاسيك. نعم. طراز ستايل النيو كلاسيك هو اللي دارج عندنا في الكويت. نعم. بشكل اللي هو قوي. عباره عن شنو نيو كلاسيك؟ النيو يعني كلاسيك. يعتبر مفهوم جديد. نعم نعم, نعم. هو مفهوم مستحدث وجديد يشمل طراز الكلاسيك وطراز المودرن. نعم. ويندمجون بالتصميم والمكان اللي موجودين او المرفق في الافراد. زين نقدر نقول دكتور ان هذه هبه الكويتيين طلعوا فيها؟ يعني الكويتيين مبدعين بصراحه ودائما يطلعون بافكار جميله وخلاقه. نعم. للامانه ودائما ما نشوف انه فعلا الغير ممكن ياخذ من الكويتي ويقلده بشيء اذا كان جميل وحلو وملفت للنظر. لا هي ما اتوقع راح تكون هبه لان هذا الستايل دارج حاليا مو بس عندنا بالكويت حتى على مستوى دول العالم. جميل. حتى مثلا لما تقولي لي انت لا احنا نشوف ان مثلا دول اوروبا امريكا وانجلترا دائما ستايلهم المودرن البسيط جدا لكن عندهم من عائلات الغنيه والثريه يستخدمون ستايل النيو كلاسيك. نعم نعم. طبعا اصبح هناك اهتمام وتوجه خاصه مثل ما ذكرنا في بدايه. نعم. المقدمه والحلقه دكتور في فترة الحظر الكلي في جائحة كورونا وما زلنا طبعا فيها ونتمنى الله يزول هذه الأمة عن هذه الأمة. نشوف أن الكثير من الناس بدأوا يتوجهون يهتمون في الديكور المنزلي والتصميم الداخلي وكذلك يعني الحدائق. اليوم هل هذه الثقافة فعلا فادت مصممين الديكور وممكن نشوفها بالمستقبل تتطور أكثر؟ اي تمام. خوش سؤال، سؤال جدا مهم. الوضع الحالي اللي هو الخاص في جائحة كورونا سلط الضوء بشكل كبير على الانتيريور ديزاين. نعم. سواء كان مصممين او التصميم نفسه. نعم. صارت عند الشعب الكويتي ثقافة جدا جميلة، هي ثقافة اني افهم شنو هو مفهوم الديكور والتصميم اللي احنا تكلمنا عنه قبل شوي. نعم. وتعمق بهذه الامور. نعم. طبعا هناك عوامل كثيرة ادت الى ان الافراد بالكويت عندنا يهتمون في الديكور. لا تنسين ان احنا قعدنا خلال هذه الازمه 6 أشهر في حظر كلي. نعم. هذه العوامل احنا عندنا ادت 3 عوامل اساسيه، عندنا عامل نفسي. نعم. عندنا عامل اجتماعي، عندنا عامل فني. تمام. جميل. اذا نتكلم عن العامل النفسي، النفسي احنا معروفين يعني قعدنا تحت ضغط نفسي كبير. صحيح. وملل وقعدنا بنفس المكان وبنفس صالة الاستقبال أو صالة المعيشة وحتى الديوانية. تمام. شيء طبيعي الواحد بعد ما فتح الحظر يبدأ يغير هاللون ويغير هالقنفة ويغير الكوشية والإكسسوار. تمام. هذا بالنسبة للعامل النفسي. أما بالنسبة للعامل الاجتماعي أنت عارفة أن احنا عندنا هني تم تأجيل القروض. نعم. المدة اللي الأقساط اللي هي اللي الفترة اللي يسمحوا فيها. نعم. هذه أدت إلى تحسين ميزانية الفرد نفسه. نعم. تمام. فهني يقدر كان يعني يصلح الموجود عنده، يعدل الأمور اللي عنده، يغير. خصوصا أنت عارفة أن ما شاء الله الشعب الكويتي شعب محب للسفر. نعم. طبعا في وقفت حركة الطيران. نعم. عندنا بالكويت. نعم. فاتجهوا هذا الاتجاه الخاص في بيوتهم ومنازلهم. نعم. بالنسبة للعامل الفني اللي هو العامل الأخير اللي أنا صنفته، العوامل هذه أنا مصنفها تصنيف جدا جميل. أي والله أنا صنفت هذه العوامل. تمام. العامل الفني هو استغلال المساحات. استغلال المساحات إن أنا أقعد بيتنا لو والله مو 6 أشهر لو أسبوع وقاعد بنفس المكان أكيد أبي أعرف الأخطاء اللي أنا وقعت فيها كصاحب بيت. نعم. تمام. وشلون انا اقدر اغير هذه الاخطاء واستغل هذه المساحات. نعم. فهذه 3 عوامل اللي ادت الى التغيير الجذري وتشوفين الخبوه اللي صارت على الديكور والسبب هذه العوامل 3. دكتور خلاني يعني يحاشني الفضول على طاري المساحات، انا شلون. نعم. ممكن استغل مساحه صغيره بحيث اني اطلعها بشكل جميل ومريح للعين؟ طبعا. خاصة أن الأغلبية يعني مو عايشين ببيوت، مو الكل عنده بيت. عدل. اليوم صحيح. في ناس صحيح. ساكنة بشقق
وتحتاج إلى بعض النصائح أعتقد أنها ممكن تفيدها طبعًا. تستغل مساحة صغيرة لكن تكون مريحة للعين وللنفسية. شو النصائح اللي ممكن طبعًا في طبعًا مجموعة من النصائح والعوامل اللي الواحد يقدر إنه يتخذها إذا كان نفس ما قلت هي مساحة صغيرة عنده. شوفي اختي بدور كبداية أنا ما كمصممين داخليين إذا واحد مكانه هم حلو ما ألزم إنه يغير كل شيء. لا تغير كل شيء. غير الحائط. غير القعدة وخل لون الحائط تمام. حط لوحة شيل هالإكسسوار بمكان إضاءة تمام. فالأماكن الصغيرة تحديدا أنا دائما لازم أستخدم ألوان فاتحة تمام. أستخدم الستايل المودرن السيمبل. إذا أنا أبي أعطي تاتش مثال أنا شخص أنا أحب مثلا الكلاسيك تمام. ودي بمساحتي الصغيرة هذه أترسها كلها كلاسيك. لا أنا أضطر أني أعطي نصيحة حق هذا العميل أن أنت لازم تخلي في تاتش كلاسيك لكن مكانك هو اللي يفرض عليك انه يكون مودرن. الغالب عليه مودرن طبعا اكيد لان انا احط لك طاوله كلاسيك لكن انا احط لك صوفه مودرن. شيء يكون متجاذب مع شيء. طبعا ما احط شيء بعيد عن الشغله الثانيه لا اخلي شيء طبعا متواصل معاه. احط لك لون كلاسيك لكن الكرسي مودرن. ودائما استغل الاماكن الصغيره. اذا انت بتبنين شيء جديد اخليه مثلا بنوافذ تكون واسعه كبيره. جميل. وحتى استخدم خامات ما استخدمها في الاماكن الصغيره خامات ثقيله. بالعكس استخدم الشبابيك خام التور الليلن الوان فاتحه ما تكون في ستاير فيها خبه لا نخلي فيها ستاير تكون سمبل ناعمه بسيطه. جميل جدا. دكتور تكلمنا عن التصميم لدى الحدائق اليوم كذلك نشوف الكثير قاعد يهتم في حديقة الداخلية فآخر تطورات بالتصميم الداخلي لدى الحدائق شنو هي؟ شوفي أستاذتنا الغالية بالنسبة للحدائق الحدائق المنزلية احنا لو تبين نصنفها قبل جائحة كورونا كان في توجه عندنا بالكويت أن نستغل المساحات هذه بحديقة منزلية حلوة لكن زادت بعد جائحة كورونا استغلال بعض الأماكن للحديقة المنزلية خصوصا البيت اللي ما له ارتداد تمام ممكن يعمل له حديقة منزلية داخلية طبعا ولها شروط خاصة ممكن يستغل السطح ممكن يستغل بلكونة إذا عنده بلكونة يمكن يستغلها حتى يعملها حديقة بسيطة مبسطة حقه وتكون خاصة. في أحد يالك وقال لك أبي أصمم السطح لأن أنا أشوف أن هذه هبة أعتقد أنها صارت في كورونا اللي ما عنده حديقة خارجية أو ارتداد الناس قامت تصعد السطح وفعلا تقعد تبي تشم هواء. أنا قلت لك استغلوا المرافق اللي عندهم زين وخلوها حدائق منزلية لا عندي صحيح. وحاليا قائمين على العمل تمام جميل. أي طبعا دائما البيئة الخضراء تعطيك إيحاء وجمال سبحان الله غير طبيعي صحيح. خصوصا إذا أنت حطيتي بعد زرع طبيعي تعرفه بعد ثاني أكسيد الكربون والأكسجين والأمور هذه تعطيك راحة بال وهدوء. احنا قائمين حاليا في روف اللي هو البلكونة جدا ما شاء الله مساحتها حلوة كبيرة واستخدمت فيها طبعا ستايل المودرن ودخلت شيء بسيط كلاس حلو تمام والحمد لله شيء مرتب وحلو صار ونفس ما قلت لك استخدمت فيه الزرع الطبيعي جميل لانه خارجي نعم. طبعا احنا مثل ما قلت لك في تصنيف خارجي زرع خارجي نعم. وداخلي في نباتات داخليه نعم. على طاري النباتات شنو النباتات اللي تنفع احطها داخل المنزل وبحيث انها يعني دائما الزرع دكتور يحتاج الى هواء وشمس والماء متوفر الحمد لله رب لك الحمد لكن في انواع اعتقد انها تعمر داخل المنزل اكثر من غيرها هل تنصح بانواع نباتات عن غيرها؟ شوفي يا استاذتنا الزرع بشكل عام يحتاج الى ماء وتربه وضوء فانا انصح دائما الأماكن تنحط فيها احنا نتكلم الحين على الصعيد الداخلي النباتات الداخلية الخارجية الحمد لله الشمس موجودة والضوء الطبيعي موجود تمام فالزرع الداخلي يحتاج إلى إنارة طبيعية تمام يعني مثلا أنا أستغل مساحة موجودة عند شباك كبير جميل. أحط زرعتي عند شباك معين أخلي الزرعة قلتي لي لا والله مكان شباك واحد صغير ومستغلين احنا المساحة حق شيء أهم مثلا من الزرعة لكن أنا بحط زرعة ممكن أنت تحطين إنارة صناعية
وتسلطين هذه الاناره، خصوصا الحين احنا قلنا قاعد نستخدم انارات ال اي دي، تمام، تكون هاديه حلوه على الزرع. ممكن تفيدها دكتور؟ اي ممكن. بعض النباتات، في نباتات ليل عند المشاتل، في نباتات ليليه يسالون عنها، في تستخدم لها الاناره الطبيعيه، وهذه بمحط تجربه. جميل. تمام. عندك ما شاء الله عندنا البامبو. البامبو ما شاء الله وين ما تحطينه يعمر، سبحان الله، ولو ينبت ويكبر بعد. نعم، جميل جدا. طبعا نبي نتعرف على اليوم الديكور بشكل عام والاضاءات اللي فعلا نشوف بعض المصممين بصراحة يدخلون الإضاءات بالديكور طبعاً بشكل جميل جدا. فآخر تطورات الإضاءات دكتور بالنسبة لحضرتك اليوم، هل فعلا الإضاءة مهمة للديكور وتبرز فعلا جمالية الديكور؟ تبرزها مو 90%، 100%. الإضاءة جدا مهمة. طبعا تخصص التصميم دائما مساند، لازم يكون له كهرباء. جميل. تمام. فالإضاءة جدا مهمة في أي تصميم إحنا نعمله. نعم. سواء كان في الحائط أو بالسقف أو حتى الحين نزرع الإضاءة حتى في الأرض. نعم. علشان تعطينا إنارة. صح. جميلة للتحفة اللي بنحطها. فازة، كرسي، whatever، يعني أي قطعة أثاث. فإذا تنصح في الإضاءات طبعاً، أحيانا فعلا تشوف أشياء بسيطة جدا لكن شكلها وايد حلو ومريح للعين. أنا شاكرت لك وجودك معنا دكتور أحمد الكندري. إذا عندك كلمة أخيرة حاب توجهها للسادة المشاهدين فالخيار متروك لك. الله يسلمك يخليك. أنا أوجه للجميع الشكر والتقدير على هذا البرنامج، وأيضا نصيحة لي من أخو للمشاهدين، أتمنى من الكل لما يستخدم التصميم الداخلي يستخدمه بالطريقة الصحيحة. يعني ما ألزم أنا أي إنسان أنه والله لازم تروح حق مصمم داخلي علشان يصمم لك. لا. ثقف نفسك، اقرأ. صار الحين بالتليفون تفتح جوجل اي مثلا شيء أنت مو عارفة، استشير. خصوصا الحين عندنا البيوت اللي قاعد تنبني بالمناطق الجديدة أو المخططات. لا. كلها محتاجة إلى استشارات. صحيح. استشير مو غلط. نعم. وانت لازم تتعلم وتستفيد. نعم. مو تاخذ الشغل وخلاص قطه وروح، لا بالعكس، انت تعلم، تعرف على امور التصميم الداخلي، جدا جميله وعجيبه. حوارنا بعد كان اجمل معاك، انا سعدت بلقائك دكتور احمد. وانا اكثر استاذتنا. يا هلا ومرحبا فيك. اذا مشاهدينا الكرام، هذه مساحتنا الحواريه الاولى في برنامج شباب قولوا فعل. نطلع فقره ومن بعدها اكيد راجع لكم مع ثاني مساحتنا الحواريه. حياكم الله مشاهدينا فقرة البناء. اليوم راح نتكلم عن أهم وأول خطوات ممكن نخطيها بعد استلام الأرض السكنية من المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو نقوم بشراء الأرض. أول خطوة يجب الاتجاه إلى المكتب الهندسي. لما نقول نتجه حق مكتب هندسي معناته يكون المكتب الهندسي معتمد من قبل بلدية الكويت ووزارة الأشغال. بعد أول ما نتجه للمكتب الهندسي نحاول قبل لا نروح للمكتب الهندسي تكون عندنا مسودة بالمرافق اللي أنا أحتاجها، بحيث نسهل عملية رسم أو تصميم المخطط المعماري. بالتالي راح نتجه بعد المخطط المعماري راح نتجه للمخطط الإنشائي. المخطط الإنشائي، لما نقول المخطط الإنشائي هو المخطط الأساسي اللي هو يبين لي كمية الحديد وقياسات الحديد من القواعد والشناجات إلى الأعمدة والجسور والأسقف. طبعا في عندنا أمور لازم نحطها بعين الاعتبار لما ننجز المخطط الهندسي كامل قبل أن نقوم بعملية البناء. لازم نتكلم عن حساب الكميات، لازم حساب الكميات اللي هي يبين لي كم طن للحديد وكم متر مكعب للخرسانة والطابوق كم متر مكعب.
ذلك راح نحطها بجدول ونعرف اللي هي ميزانية اللي راح نوفرها حق البناء الهيكل الخرساني. وعندنا الطابوق الأبيض والطابوق الأسود. طبعا كثير من الناس تخلط بين الطابوق الأبيض والطابوق الأسود. لما نتكلم عن الطابوق الأبيض والطابوق الأسود، الطابوق الأبيض هو الطابوق العازل، عازل الحرارة فقط وليس عازل للصوت. المكان الأساسي للطابوق الأبيض هو في الواجهات الخارجية، أما الطابوق الأسود فهو يكون للقواطع الداخلية اللي هما الحوائط، الفواصل ما بين الغرف وما بين الغرف، الصالات، الدوانية، طبعا القواطع الداخلية بالمخطط المعماري. من الأخطاء الشائعة عندنا يتم وضع الطابوق الأسود في الواجهات الخارجية للمنزل، وذلك ينتج عليه بعض المشاكل في المستقبل، من ضمنها اللي هي مشاكل في التكييف المركزي، راح تقل الجودة اللي تصمم عليها المخطط التكييف وتوزيع دكة التكييف للمنزل. بالإضافة راح نشوف تكثر عندنا التشققات في الأسقف والتشققات في الحوائط، فبالتالي راح نحس أنه قلت الكفاءة بالبنيان نفسه. فبالتالي أهمية الطابوق الأبيض في الواجهات المنزلية من أهم الخطوات اللي لازم نحطها بعين الاعتبار. وبنهاية فقرتنا أتمنى أعزائي المشاهدين استفدتوا من الفقرة اليوم، وانتظرونا بالفقرات القادمة. حياكم الله مشاهدينا من جديد، ومثل ما قلنا دائما نذكر مشاهدينا الأعزاء بأن برنامج شباب قول فعل يسلط الضوء على طاقات الشباب الإبداعية في شتى المجالات. اليوم طبعا معنا إحدى الفنانين الموهوبين، هو طيار وكابتن لطيران الشراعي، وأيضا فنان ورسام ينحت على الخشب وكذلك يرسم، ودمج هذه الموهبة، موهبة الطيران الشراعي، في موهبة الرسم. شلون راح نسأله، لكن بداية اسمحوا لنا نرحب فيه ونقول له يسعد لي أوقاتك، حياك الله أستاذ طالب. يعطيكم العافية ومشكورين على استضافتكم لي في هذا البرنامج الأكثر من رائع، وأنا سعيد أن أكون معاكم وإن شاء الله ننقل الصورة حلوة للمشاهدين. إن شاء الله بإذن الله، وإحنا أسعد كابتن، يعني ما أدري أقول عنك أستاذ ولا كابتن، لكن بالنهاية الأثنين أعتقد يلوقون، خاصة لك في هذا ولك في هذا. نسأل بداية أستاذ عن الطيران الشراعي، شلون دمجت الطيران الشراعي في الرسم؟ إيه نعم، اول شيء طيران الشراعي بدت تدريبنا في اللي هو في على الجبال، لان احنا نهبط بالباراشوت، فيكون الاقلاع يكون عن طريق جبل. طبعا كنت اسافر برا، اروح مثلا سويسرا، اسبانيا، تركيا، فلما نطير كنت صراحه اشوف مناظر يعني اول مره بحياتي كنت اشوفها، فلدرجه اني كنت اهد الطيران وقاعد اركز على اني اصور المناظر اللي كنت اشوفها وانا فوق. فحبيت اني ارسم هذه الشغلات اللي كنت اشوفها واحولها رسمه واعلقها عندي في البيت. نعم، جميل جدا. كلمنا عن فن النحت استاذ طالب. اليوم اذا نبي نعرف فن النحت، شنو ممكن نعرفه ونقول عنه؟ نعم، فن النحت هو اني استخدم اي قطعه سواء خشب ممكن واحولها الى مجسم ثلاثي الابعاد، هذا باختصار. نعم. فانا طبعا كنت احول قطعه الخشب، او كان عندي مجموعه من الخشب، لان انا اساسا كنت في النادي العلمي. نعم. كنت في اللي هو تخصص ايضا الطيران، يعني هو زين، فكنت اجمع الخشب الزياده مالت الطيران اللي كان مكسر واكبسه مع بعض واحط له ماده اللي هي الغراء، وبعدين كنت انحت اللي هي الطيارات اللي يستخدمونها، كان يحطونها في على المكاتب عشان يشوفينها. فكنت سويت لي كذا نموذج وكنت اوزعه على الناس، وبعدين شوي شوي طورت معي هذه. ما استفدت من هذه الموهبه من في مشروع تجاري او لحد الان؟ والله على شيء بسيط، يعني كنت على مستوى افراد، يعني كان ناس معينه تطلب مثلا مني شغله كنت اسوي لهم اياها مقابل مادي، بس اني سويتها تجاره لا، لان كنت يعني مو فكره تجاره. انا يعني استمتع واجد في الطيران، يعني هو بالنسبه تقول مجالي الاول. فبس من هذا المنطلق ان انا كنت احب اسوي واوزع، واللي كان يبي ياخذ مني يدفع كنت اعطي. والطيران الشراعي اليوم اذا نبي نتكلم عنه، وين وصل في دولة الكويت؟ هل هناك فعلا طاقات إبداعية وموهوبين ممكن في المستقبل نشوفهم يرفعون اسم الكويت عالي في محافل خارجية؟ مثل ما تفضلتي أن الكويتيين ما شاء الله عليهم مبدعين، وفعلا عندهم ذكاء وعندهم طموح كبير،
ويعني شفت شباب انه فعلا كان همهم الاول والاخير انهم يرفعون اسم الكويت، كان مستعدين يدفعون من جيبهم صراحه، وكان مستعدين يعني حتى من وقتهم، وحتى يعني حتى وقتهم الخاص كانوا يركزون فيه من اجل بس انه يحضرون الاحتفالات الدوليه عشان يبرز اسم الكويت ويرفعون علم الكويت. عندنا مشاركه اللي هي كانت بعد عوده الرياضه في اللي هي 2018، اول ما ردت الرياضه كان بعد انقطاع 3 سنوات. شارك فريق اللي هو اللجنه الكويتيه للرياضات الجويه في اللي هي اولمبياد اسيا. جميل. في 2018. جميل. في اندونيسيا. حققتوا مركز ولا ما حققتوا؟ ما حققنا مركز لكن يعني كان مشاركتنا كانت يعني خلينا نقول احنا كنا بالوسط. لان تدريب كان ما كله اللي هو معسكرات ولا كان في تدريب، كان كل شيء واقف. بس مع ذلك حضرنا، وبالعكس يعني حتى هم هناك استانسوا علينا ك يعني خلينا نقول الاداء اللي قمنا فيه، لان يعني من ولا شيء يعني من غير اي تدريب يعني فتره طويله. ولكن حضرنا وكنا موجودين وحصلنا بالنص، يعني مركز اللي بالنص، اتوقع هذا كان شيء يعني ممتاز بالنسبه اكيد لي. بلا شك يكفيكم شرف المحاوله بالنهايه، والرياضه فوز وخساره أكيد. لكن هو لمجرد انك انت تساهم وتدخل باسم الكويت، سواء حالفك الحظ ولا لا، هذا بحد ذاته يعني جميل، ويدعو للفخر ويدعو لأن الواحد فعلا يحاول أن يطور من نفسه. أعتقد أن اليوم الكثير ممكن من الرياضيين يتكلمون عن موضوع أن أنا أحتاج بطولات، أحتاج أني أشارك في دوري، أحتاج أني أشارك في مناسبات رياضية من خلالها أطور أدائي في المستقبل. نعم تفضل. إيه نعم. ففعلا مثل ما قلت ان طبعا اي رياضه تحتاج الى معسكرات، ويعني خلينا نقول وتحتاج الى وقت، يعني بعضهم حتى يحتاج الى تفرغ، يعني على اساس انه يعني من دوامه وتفرغ من التزاماته علشان يركز على هذه الرياضه اللي هو مثلا قاعد يمارسها. اذا بنطلع خلينا نقول، لان هناك برا يعني المتسابقين يعني مستذبحين على المراكز، فالمنافسه تكون جدا جدا شديده، خصوصا في دول يعني مثلا خلينا نقول نتكلم مثلا عن مثلا تايلاند، ولا نتكلم مثلا حتى اندونيسيا، هناك يوعدونهم مبالغ كبيره، يعني ممكن راح يتغير حياته يعني كومبليتلي مثل ما يقولون. فهذا الشخص يعني راح يكون اكيد راح يكون اداءه مو طبيعي. نعم صحيح. فيحتاج احنا علشان نوصل لهذا المستوى اكيد نحتاج طبعا يعني امور وايده وعده، يعني مثل ما قلت اللي هو نحتاج امور ماديه، نحتاج تفرغات رياضيه ومن هذه الامور. ان شاء الله الخير بقبال. احنا دائما متفائلين ودائما ما نقول ان شاء الله بتكاتف الجميع فعلا نشوف كل الرياضات ترتقي فينا ونرتقي فيها كذلك. نرجع طبعا الى الرسم كابتن، اليوم نشوف حضرتك يعني نفس ما قلنا بالبدايه دمجت ما بين الطيران الشراعي والرسم، لكن وين توصلت في فن الرسم اليوم؟ طبعا بلش معي او خلينا نقول انا يعني ركزت حيل على الرسم اثناء الحظر الكلي. تاني كل شيء وقف. نعم. يعني الله يبعد عنا هذا ان شاء الله، وعن امه محمد وعن العالم اجمع هذا الوباء، شر هذا الوباء. ولكن خلينا نقول يعني صار مثل ما اقول بوقت فراغ كبير عندنا. فقلت خلينا اركز بهذه الهوايه وابتدي ارسم. فرسمت رسمه يعني تقريبا اثناء الحظر، خذت مني تقريبا 27 يوم. حلو. ما عندنا شغله، فما كل هذا رسمه. طبعا هذا رسمه زوجتي قالت لي، قالت ما دام انت فاضي واحنا فاضيين ليش ما ترسم يعني رسمه، نبيها المره لوحه عوده بنعلقها. حلو. فقلت لها ابي بس شغله يعني اتحدى فيها نفسي يعني. نعم. فرسمت اللي هي عشان شايفه السحليه الملونه اللي تصير الوانها حلوه. نعم. اللي تعيش. نعم. في الغابات. نعم. فيصير لها الوان وايد كانت يعني زاهيه والوانها. نعم. وايد صعبه. نعم. فهذه جميل. كان مثل قلت تحدي وهي صعبه يعني. اذا انا متشوقه اعرف التحديات الاكبر من كذي، خاصه في فتره كورونا وفي فن الرسم بالتحديد. احنا أكيد حابين نتعرف على فن الرسم من خلال فنان جميل جدا موهوب الأستاذ طالب العطار، لكن بداية مشاهدينا الأعزاء خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم نستكمل حوارنا.
يا اهلا مرحبا فيكم مشاهدينا من جديد، ونستكمل حوارنا مع الكابتن والاستاذ طالب العطار، وراح نتكلم طبعا عن امور كثيره سواء الفن او الطيران الشراعي وغيره من الامور اللي ان شاء الله تعجبكم هذه المساحه الحواريه. كابتن طالب، احنا تكلمنا قبل لا نطلع الفاصل عن جائحه كورونا وفتره جائحه كورونا، وذكرت لي ان في لوحه فنيه انك قمت فيها. هل فعلا جائحه كورونا طورت ممكن الشخص نفسها، أو فعلا خلتنا نراجع حساباتنا بطريقة ممكن ملحوظة بحيث أنه يطلع هذا الإبداع من خلال رسم أو غيره؟ نعم طبعا، رب ضارة نافعة. طبعا الفراغ الكبير هذا واحد يقدر يستغله في أمور وايد ممكن تفيده، مثل ما قلتي هواية أو غيره، أو حتى رياضة. في ناس كانت تمارس رياضة في البيت. نعم. لاحظت اكتشفت ان في عندنا اللي هو اليوتيوب، انا اعتبره هذا صار اللي هو المدرس الكبير، يعني لدرجه ان اي شيء لو بتعلم اكتشفت من خلال اليوتيوب ان اي شيء بتعلمه، لو حتى كان عن الطيران، زين الواحد يقدر يتعلمه وهو قاعد في البيت. صحيح. عن الرسم، النحت، الفن، لو حتى كان ان شاء الله الغناء. كل الامور ترى كل الدروس موجوده في هذا اليوتيوب، ترى يعني كنز انا اعتبره. انا صدمت بكميه المعلومات. صحيح. واي شيء كنت ابي اعرفه، لو بصلح سياره ابطل يوتيوب، فوايد امور ترى كنز من المعلومات يدانا، بس للاسف اكتشفت ان احنا مو مستغلين هذا الموضوع اليوتيوب بشكل جدي. ولكن اثناء فتره كورونا لا، اكتشفت صراحه ان هذا كنز، ويعني المفروض ان الواحد يعني يا ريت انه اذا كان عنده اي هوايه ولا كان عنده مثلا اي شغله حاب انه يتعرف عنها، يبطل يوتيوب، راح يلقى الكثير من الفيديوهات اللي راح تفيده. هو يمكن الواحد بسبب كثره الانشغالات وما عنده وقت تخلي ما يطلع وايد. كابتن، لكن في فتره الحظر الكلي فعلا كان عندنا وقت فراغ كبير، فاعتقد ان الكل اي انسان عقله براسه استفاد من هذا الحظر بحيث انه يطور سواء من مهاره او حتى من معلوماته وغيره من الامور اللي فعلا تطوره في المستقبل. اذا بنتكلم عن فن النحت استاذ طالب، شنو الادوات اللي تستخدمها في فن النحت؟ طبعا ادوات كانت جدا بسيطه، لان الخشب اللي كنت استخدمه اللي هو خشب بلسه، اللي هو خاص حق الطيارات اللي هو اللاسلكيه. نعم. يكون خشب يكون جدا خفيف، فكنت مجرد استخدم اللي هو يعني عشان تخطيط بس اللي هو القلم الرصاص، وبعدين استخدم اللي هو الموس الكتر العادي مالت المكاتب. طبعا. وهذا اللي كنت بس مجرد استخدمه في النحت. اما في انواع الخشب الثانيه اللي هي الثقيله تصير، اللي يستخدمونها حق خلينا نقول منحوتات كبيره، لا هذا طبعا يحتاج لادوات يعني ايضا ثقيله تكون، يعني مو بسيطه عاديه، اللي هو مثل المطرقه والازميل والامور هذه كلها، فيختلف على حسب نوع الخشب. بس الخشب البلسه كان جدا ممتع لانه يعني سهل في النحت، ومثل ما قلنا ما يحتاج ادوات ثقيله، بس كان في عيب واحد اللي هو سعره شوي غالي وغير متوفر، يعني او مو متوفر في كل مكان، فكنت ادور مداور، او كنت مثلا ما مثل ما قلت لك اجمعه واضغطه واكبسه مره ثانيه وبعدين اشتغل عليه من اول جديد. جميل جدا. على طاري الادوات وحتى على مستوى مثلا نشوف ان في كل شيء تم تطويره، يعني حتى الادوات نشوف هناك اليوم آلات ممكن تنحت لنا بعض المنحوتات الجميلة وغيرها، لكن أنا شخصياً أحب الهاند ميد. اليوم الفرق باعتقادك ما بين الهاند ميد وما بين الشيء اللي قاعد يطلع من خلال آلة، شنو وجهة نظرك في هذا الموضوع كابتن؟ هل الناس تقدر الوقت والمجهود لهالدرجة؟ أنا شخصياً أقدر هالشيء وايد. أكيد طبعاً اللي يميز الإنسان، كل إنسان له بصمة. نعم. الآلة يمكن تسوي الشغلة بس ما فيها بصمة خاصة. نعم. راح تسويها مكررة. نعم. يعني معاد مرة ثانية، يعني شغلة احنا شايفينها، لكن لو شخص نفسه مثلاً خلينا نقول ينحت شغلة وشخص ثاني أيضاً ينحتها، تلاقين هذا له طابع خاص مميز فيه هو، وأيضاً كذلك الشخص الثالث، وممكن ايضا حتى الانسان يطور من قدراته. يعني الكمبيوتر انا لازم اعطيه معلومات عشان يسوي لي اياها، لكن لا، الشخص حتى لما يعيد يعني او خلينا نقول يقتبس من عمل فني قبله، لا راح يطور فيه ويحط بصمته الخاصه. فالعلم عند الانسان انا يعني بوجهه نظري انه احلى اكيد واجمل، لانه له طابع خاص وميزه خاصه وشيء ما يتكرر مره واحده هو. نعم اكيد. طيب اذا نبي نقول شنو بصمه الاستاذ طالب العطار اليوم في فن النحت والرسم؟
والله أنا مثل ما قلت لك شغلتي دائما يعني المميز فيها أنا أكثر شيء في الغالب اللي هو الطيور، أحب يعني اللي هو أيضا الطيور أرسم لطيور، أو أن حتى ممكن مثل ما قلت لك أنحت اللي هي طيارات بشكل يعني خاص، هذا أنا الميزة يعني اللي فيني أكثر شيء. وحتى المعارض اللي شاركت فيها، أنا شاركت معرضين اللي هو تبع اللي هو مجلس على الفنون والآداب الكويت اللي هو في الصيفي والربيعي، ايضا شاركت اللي هو في لوحتين واثنتهم كانت له عباره عن طائر الماكاو اللي هو الملون اللي هو الطير الازرق والذهبي، فكان هذا يعني حتى يعرفوني قال ها انت مشارك اكيد بطير، يعني يعرفون كل هذا الموضوع. هذه بصمتك. بصمتي دائما لان الوانه كانت وايد حلوه وشغله لها علاقه بالطبيعه، وايضا كتخصصي كمدرس احياء فيعني ربطتهم كلهم بوقت واحد. جميل جدا. على طاري ان حضرتك كذلك مدرس احياء، وحضرتك تدرس في أكاديمية للموهوبين تابعة للدولة، اليوم نبي نتكلم عن هذا النوع من التدريس، هل يختلف عن المدارس الأخرى أستاذ طالب؟ نعم، هو شوفي يختارون طلبة طبعاً في اختبارات خاصة يقيمونهم قبل يدشون الأكاديمية، طبعاً احنا عندنا متوسط وثانوي، يعني مو بس هي مسألة أن الطالب هذا يكون مثلاً متفوق دراسياً، لا لازم يكون عنده نسبة ذكاء معينة فيختارونهم. طبعاً في لهم طبعاً طريقة خاصة تدريس خاص، بس هم يعني خلينا نقول منقسمين أو ينقص الطلبة عندهم نهتم فيه بالجانبين، جانب اللي هو الإبداعي وجانب اللي هو التعليمي. التعليمي اللي هو تبع جزء هذا خاص بوزارة التربية مدرسة عادية ويعلمهم، اللي هو الجانب الإبداعي تبع اللي هو مركز صباح الأحمد يقدمون لهم دورات وورش ورحلات خارجية، وأيضا حتى يقدمون اللي هو يعطونهم مفروض لهم الأجهزة والأدوات على اساس انه يهتمون في اللي هو الجانب الابداعي. نعم. طبعا ما اقولش ادوات ما شاء الله عليهم يعني موفرين لهم كل شيء، يعني من حتى الاجهزه اللي هي 3 دي طباعه البرنتر 3 دي، البرمجه، الكمبيوتر، الايباد، حتى رحلاتهم يعني تكون خارج الكويت بعض الاحيان مره ودوهم ناسا، فيعني مهتمين فيهم. مهتمين فيهم عدل. وهو هي كانت فكره اللي هي رحمه الله عليه اللي هو الشيخ صباح الاحمد، فكرته اللي هو فكره كانت المدرسه هذه، فكان مهتمين فيها وايد. نعم. والحمد لله يعني المدرسه ممتعه صراحه. الحمد لله. على طاري بحكم خبرتك اليوم، شلون اعرف ان ولدي او بنتي فعلا ممكن يكونون موهوبين لكن انا ما عندي الخبره الكافيه اللي تخليني اقول عنهم انهم فعلا عندهم ابداع وموهبه معينه اقدر اخليهم يلتحقون في اكاديميه الموهوبين؟ نعم. هو طبعا انا مو مختص 100% لان حتى نعم. هم اللي يختارون طلبه في يبون ستاف كامل بروحه، يعني هم متخصص في اكتشاف المواهب الطلبه، ولكن انا من وجهه نظري اقول ماكو واحد ترى مو موهوب. نعم صحيح. بس في واحد يطور من نفسه، في واحد مثل ما نقول عندنا مثل يبي صلاه ما طوفه. اذا انت فعلا حبيت شيء وفعلا وبحثت عنه وقريت عنه او مثلا شفت استخدمت اليوتيوب او غيره، ترى تقدر توصل وتقدر تسوي اللي تبي. لان انا شفت ناس يعني مروا علي حتى طلبه بالمدارس العاديه او المدارس الحكوميه كانوا مستواهم الدراسي تعبان، بس بعدين اكتشفنا في عندهم مواهب جانب داعي. يعني عندي واحد من الطلبه الله يذكره بالخير هذا في 2008 استانس على شغله الطيران، فقلت له خلينا نسوي طياره ريموت كنترول. فهذا الطالب ما شاء الله قرأ عن الفيزياء، قرأ عن الكيمياء، تعلم كهرباء، تعلم لحيم، طالب يعني عادي مع انه مستوى دراسي والتعليمي ضعيف. يعني ما نقول عنه ممتاز ولا هذا عادي جدا، يعني متاخر حتى كان متاخر دراسيا. نعم. بس انه حب الشغله هذه. هذه الله يعطي شيء وياخذ شيء استاذ طالب. فاحنا نؤمن فعلا ان كل انسان حتى وان كان ممكن ما يكون متفوق بالدراسة. نعم. لكن لابد أن يكون في جانب ممكن يقدر يبدع فيه، فهذه مسؤولية الأسرة اليوم. بالضبط. أن بالضبط. أنا أطلع هذا الجانب في صحيح. ولدي ولا بنتي فعلا أخليه أكتشف هذه الموهبة عشان أطورها ويكون بالمستقبل شيء يفيد المجتمع ويفيد نفسه. بالضبط. أنا شكرت لك وجودك معنا واستمتعت جدا بالحوار معك كذا. وإن شاء الله أن قدرنا نغطي كل هذه الإبداعات الجميلة ما شاء الله، يعني من كابتن طيار إلى فنان نحت وفنان بالرسم كذلك، وأيضا حضرتك معلم أحياء في أكاديمية للموهوبين. فكل شكر لك أستاذ طالب العطار على وجودك معنا في برنامج شباب قول فعل. شكراً، يعطيكم العافية على الاستضافة. أهلا وسهلا، حياك الله ونورتنا. إذن مشاهدينا الأعزاء، هذه كانت مساحتنا الحوارية الأخيرة في هذا اليوم، على أمل اللقاء معكم في حلقات أكثر مميزة. نترككم في حفظ الله ورعايته، مع ألف سلامة.